السلام عليكم اعزائي المشاهدين حياكم الله بقناتنا وقناتكم قناه انيمال فاكتوري اليوم معنا الهاويه والمدربه هدى الجداعي حياك الله اخت الله يحييك شو اخبارك الحمد لله ان شاء الحمد لله آه باول شيء بالبدايه مشكور على دعوتك لنا واستضافتك لنا وانا اشكركم بعد على استضافتي في برنامجكم آه انيمال فاكتوري حياك الله ما شاء الله اخت هدى طبعا هي هاويه الخيل وبخاصه بلغه سد... جسد الخيل كل بالبدايه كلمينا عن هذه الهوايه آه، لغه الجسد هي ماخوذه من الخيل نفسها هما في الطبيعه في القطيع الخيول لها لغه بجسدها جسدها مع بعض آه، عشان كيفيه انهم يتواصلون مع بعض واحد يامر الثاني انه يوخر عن مكانه او يجذب القطيع معه هذه اللغه احنا ترجمناها من آه، بشر الى الخيل <applause> عشان نقدر نتواصل وياها بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه ونروضها ونحل مشاكلها آه، وبعد نقدر نسوي اياها التريك آه، تريننج الحركات اللي هي الاستعراضيه آه، السلام قاعده الاسد الامور هذه كلها <applause> وكلمنا عن بداياتك شلون تبلشتي فيها يعني آه، طبعا ركوب الخيل آه، من يوم انا عمري سبع سنوات كنت امارس هذه الرياضه ورحت باتجاهات كثيره اللي هي قفز الحواجز الماراثون آه، والركوب العادي الحر اليومي بس آه، شفت ان الوضع شوي ممل <applause> وشفت انه في وايد حوادث تواجهنا مع الخيل بسبب ان احنا مو فاهمين شنو الحصان حاس بهاللحظه او يعني شنو حركاته وكذي ايوه ايه شنو لغه جسمه انه إن بسبب شنو هو كان خايف مثلا او شنو الاسباب اللي تخليه انه يحذف الفارس عن ظهره فرحت درست هذه الماده اللي هي لغه الجسد مع الخيل واكتشفت وايد اشياء احنا ناقصتنا مع الخيل كتواصل ذهني معها هو شنو وصلتي لها من هالفائده هذه آه يعني في طرق قديمه كانوا يتبعونها في عزف الخيل آه خلينا نقول كمثال اللي هو عمل لونج حق الخيل لحد ما يتعب وضع اللي هو الاوزان الثقيله على ظهره هذه الطرق القديمه او انه يصعدون على طول ويخلونه يركض فجاه لحد ما يستسلم حاليا بعد هذه التدريبات ما احنا بحاجه حق هذه الامور ولا ان احنا نخاطر بحياتنا عشان نروض خيل نتعامل وياه بشكل تحت في الارض اول شيء ونوصل له المعلومه كيف يحرك ريله كيف يلين اجزاء جسمه كيف يلين الراس عنده على اساس لما تركب وتاخذ المصرع بايدك يعطيك ما يقاومك م ما يقاومك يعني ايوه وحمد لله يعني منها هم متعه لانك انت قاعد تحس ان الحصان قاعد يفهمك اكثر من ما انه هو بس ياخذ اوامر منك في اخذ وعطاء بينك وبينه <applause> وما شاء الله طبعا عرضت لنا وسويت لنا قل لنا شنو هالحركات اللي سويتيها مثلا حركه الاسد واللي قلنا اللي يرجع وياك ما شاء الله وبالصوت هم شفناها اي انه ما يتحرك هذه موضوع الصوت هي نوع من الدروس اللي انا اعطيها حق الخيل عشان اشيل منها الخوف. يعني في خيول تخاف من الصوت، في خيول تخاف من الـ الـ شكل السرج وانت جاي بتحطه، في خيول صعب انك تمسكها بالبادوق او بتحط عليها الرشمه. فهذه التدريبات تخليها اكثر طاعه واكثر هدوء. يعني مثل ما انتم شفتوا بعد بالفيديو ان انا قاعد اطلع صوت قوي بالحبل آه والخيل يعني ما عنده اي مشكله واقف. وما شاء الله وهم يقدم التحيه والحركه إيه هذه اللي هي التريك تريننج اللي هي التدريبات الاستعراض والامور هذه آه. كلها بكورس واحد. كلها بكورس واحد. الشخص اللي آه. راح يتعلم تعلم كيفيه تصليح مشاكل الخيل، كيفيه ترويضها. أه. تمارين ارضيه مم. وزائد يس يعني يطلع من هذه الدروس اللي هي الحركات الاستعراضيه. اها اختوده قلتي لي انك تعطي الناس كورسات. اي الكورس مدته 14 يوم هو الجزء الاول تاسيس الاحترام والاتجاه والترويض بشكل ارضي طبعا قبل ما تركب على الخيل، بعد ما تخلص هذا الكورس راح تلقى ان حصانك جاهز ما ياخذ منك وقت بس انك تحط السرج. وتصعد يا دوب يحس بوزنك بس ويشوف شكل الفارس فوق ظهره. لازم يشوف شكل الفارس؟ يعني اكيد هذه نقطة حلوة يعني انا بستفيد منها. إيه لأنه لأن وضعيتك أعلى من 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 مستوى النظر عنده أه. فلازم يشوف يتعرف على الفارس اللي فوقه. أه. آه ويوني ناس آه حق هذه الكورس آه من قطر ثلاث بنات وفي من السعوديه، طبعا بعد ما يخلصون اتابع مع المتدربين آه اشوف شنو قاعد يسوون مع خيولهم آه اذا في اي نقص او استفسار او ممكن خيلهم عنده حاله آه آه غير عن المعتاد آه فاروح ويتلت حاله غير عن المعتاد؟ لا الخيل مشاكلهم متكرره لكن طريقه استخدامك للدروس في بعضها تمشي معاها بالترتيب، في بعضها لا تنوع معاها على حسب شلون هي تستجيب، يعني مثل ما تقول تاخذها على قد على قد عقلها يعني. آه، فهذه التدريبات يعني وايد مفيدة حق كل أعمار الخيل، كل أنواعها. م -م. يعني هي كذا كورس؟ هي ثلاث أجزاء، لكن فهم. هو الجزء الأول هو أهم واحد. هو أهم واحد. الأجزاء الثانية هي تعتبر إضافات، أفكار. م -م -م. يعني تضيف مثلاً خلينا نقول طربال يطلع صوت تضيف كره تضيف اشياء ثانيه العاب فهذه الكل انسان يقدر يبتكر هذه الاشياء من عنده بس مهم. التاسيس الاولي هو اهم جزء تسوي مع وانت عندك هالامكانيه هذه انك تستقبلين الناس وتدربينهم وكذي اي انا مسويت لهم طبعا اللي برا الكويت مسويت لهم غرفه مهم. استقبلهم فيها مهم. داخل الكويت يجون على حسب يعني على حسب الوقت اللي يناسبهم مثل ما قلنا هي 14 حصة يا يعني ياخذها ورا بعض أو على حسب الوقت اللي ناسبه على حسب وما جربت هالشيء على حيوانات ثانية؟ بلى حاولت على عندي وز وعندي ديتش وعندي م. تكرمون الكلاب م. فحاول وياها شوي بنفس التأسيس بعضها يستقبل بعضها لا ف... في البعض يستقبل يعني أي. هالشيء <applause> فقلت خل اتابع هم شلون تحركاتهم مع بعض وابتدي مثل ما تقول اخذ اللغه مالتهم وارد اطبقها عليهم وترد اشوف انه في بعضهم يتقبلون يعني في نتائج يعني في ان شاء الله بمقابلات اخرى <applause> انت ما شاء الله مدربه شيء ثاني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. إن شاء الله. وكلبي لك سؤال اخير شنو تنصحين الناس باختيارهم حق الخيول انه عشان لغه الجسد يعني نعرف ان الخيول انواع في انجليزي والعربي والإلخ شنو تفضلين وشنو تنصحين الناس بهالامور؟ آه طبعا الخيل على حسب الهوايه اللي انت تبي تروح لها، يعني ما يصير تاخذ لي انجليزي حق ماراثون، او عربي حق قفز آه ارتفاعات عاليه، فكل خيل يناسب هوايه معينه. آه والاهم من ذلك انه لازم يكون انت عندك حب لهذا الخيل قبل ما تاخذه، في بينك وبينه علاقه يعني آه ما شلون اشرح لك يعني انه تشوفه دش قلبك اكيد طبعا تكون يعني. مرتاح له مو مجبور فيه هو أنت. ما راح حق هالهوايه الا هو انه رايح له اكيد مرتاح لو وحابه لا يعني تشوف انا ما انا عندي أه ما احب مثلا أه ما احب اللون الخيول يسمونها اللون الازرق أه عندي نرفزه من هاللون م. فليش اخذ حصان وانا عندي نرفزه من شيء معين بيني وبينه أه. حتى لو هو اوكي زين بس انا متنرفزه ليش؟ اها يعني نقول أه راعوا على خيولكم وانتبهوا لهم يعني قبل لا تروح تختار انت، روح اختار، تشوف اللي يحبه قلبك نقول. ايوه حلو؟ تكون مرتاح متواصل وياه، <applause> آه مثلا في خيول تكون عندها يعني حركه او لزمه معينه مثلا <applause> يهز راسه فجأه او يرفس فجأه، فإذا الشخص ما يحب هذه الاشياء او ما يعرف شلون يتصرف فيها، فلا ياخذ الخيل عشان توصية ناس يقولوا <applause> له هذا بطل ولا هذا ولد فلان ولد, ولد فلان ولد فلان بالنهايه لان ما راح تستفيد من هاي الاشياء لانك انت مو حابه انت مو حابه فاول نقطه هي انك تحب هذا الخيل انك تحب هذا الخيل وبعدين يتجه وياخذ منك هالكورس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وبنشوفك ان شاء الله للامام ان شاء الله ان شاء الله, الله. الله. وبنرد ناخذ منك لقاءات مع حيوانات <applause> ثانيه بنشوف تدريب ان شاء الله ما قصرتي ومشكوره <applause> على دعوتك لنا ان شاء الله حياكم الله اعزائي المشاهدين اتمنى ان كفينا وفينا وياكم ونلتقيكم مع حلقات ثانيه وبحيوانات اخرى ومعلومات ثانيه السلام عليكم